اللهم صل وسلم على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن يا من يرى ولا يرى وفضله عما الأنام يا من يرى ولا يرى وفضله عما عما الأنام يسير لنا أمورنا بجاه صاحب القرآن يسير لنا أمورنا اللهم صل وسلم على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن يا من يرى ولا يرى وفضله عما الأنام عما الأنام وجماع أرى الزعماء مطابقا في القرآن وجمال